ما كان فيها تسلل. مرة ثانية توريها الآن تسديدة، لكن تسديدة توريها بعيدة بعيدة، لازالت داخل أرضية الملعب. إيدير الآن في الجهة اليمنى ممكن يعدي، بالفعل عدى. يا سلام، لازالت الكرة أبعدها حسن مرة ثانية. الله الله، سجل الحبيب حبيب فردان تسديدة، لكن بعد ذلك إبراهيم توري هل عدت خط المرمى ولا لا؟ سجلت باسم من هذه الكرة؟ تسديدة كانت من حبيب الفردان، بعد ذلك يتابعها إبراهيم توري. الهدف الأول للنصر، الهدف الأول للعميد، الهدف الأول للموج الأزرق. شوف المحاولة، يا سلام على إيدير، لعبها رفاها حسن الحمادية، بعد تسديدة من حبيب، بعد ذلك اصطدت وفي المرمى. عدت ولا لا يوم كملها؟ خلنا نشوفها عدت ولا لا. هذه التسديدة تابعها، ممكن تكون أوضح من خلال هذه اللقطة. شوف حبيب، شوف التسديدة هنا، الكرة عدت، يبدو لي أن حبيب هو ممكن من خلال الظفرة ملعوبة من كامل بالرأس خطرة. سواها الأسمراني، سواها السنغالي، ماكيتي ديوب يسجل التعادل من رأسية، يسجل التعادل من رأسية 1-1 من ضربة ركنية. الظفرة كان أفضل في الشوط الثاني وفي الدقائق الأولى، وبالتالي يسجل الآن، يسجل التعادل السنغالي. شوف كرة مرفوعة من كامل، الارتقاء بالرأس، يا سلام، حطها صعبة بالنسبة لحارس المرمى، اصطدت في الأرض، بعد ذلك ذهبت إلى الشباك. هدف أول بالنسبة للظفرة، التعادل 1-1 الآن عن طريق ماكيتي ديوب، يرفع رصيده لستة أهداف.